صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: أثناء أداء الصلاة مع الجماعة شككت في خروج غازات مني، بحيث لم يخرج ريح ولا صوت واضح للغازات، ثم أتممت الصلاة مع الجماعة، هل فعلي صحيح وماذا يلزمني؟ نعم، فعلك صحيح، والأصل الطهارة، ولا تخرج إلا بيقين حصول ناقض الوضوء. أما مجرد الشك فإن وضوءك باق وصلاتك صحيحة والحمد لله. نعم.